رغم ان سمكه ابو سيف شبه قوي سمكه المارلين وسمكه ابو شراع، لكن هما في الحقيقه ثلاث انواع مختلفين من السمك، وده يبان من زعنفه الظهر. هتلاقي في سمكه ابو سيف زعنفه الظهر موجوده بس فوق حته الخياشيم، اما في سمكه المارلين هتلاقي زعنفه الظهر موجوده فوق الخياشيم وبتنزل بالتدريج لورا، اما في سمكه ابو شراع عندها زعنفه الظهر كبيره جدا وبطول الظهر كله.